السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، وياريت لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، وياريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لنا لايك وتعليق أسفل الفيديو. ويلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مكملين مع سلسلة كلمتين وبس. سلسلة كلمتين وبس سلسلة بنتعلم فيها حل الأسئلة بكلمة واحدة أو بكلمتين. السلسلة دي بتهم في المقام الأول الناس اللي ما عندهاش لغة. لو ما عندكش لغة ما تخافش، لو ما عندكش وقت كافي تذاكر برضو ما تخافش، لو عاوز المعلومة من الآخر تبقى السلسلة دي بتهمك أنت بالتحديد. معانا النهاردة جزئية جديدة من الباب ال 12. نشوف النهاردة موضوعنا في الباب ال 12، نتكلم عن الليميتي دي فولوشيتا سول اوتوسترادا، حدود السرعة العامة على الطريق السريع. ده موضوعنا النهاردة، حدود العامة للسرعة على الطريق السريع. هنحل الأسئلة إزاي؟ هنحل الأسئلة طبعا الدروس ديت مشروحة في فيديوهات أخرى. أنا دلوقتي في السلسلة ديت بخاطب الناس بس اللي هي عايزة المعلومة من الآخر على طول من غير كلام كتير. نقول له كلمتين وبس، عندي تشينتو ترينتا وتشينتو تشيكوانتا. أي سؤال فيه 130 فيرو، أي سؤال فيه 150 فيرو، بس ما عدا لو جه معاه كلمة من الكلمتين دومت، كوالي سيسيا تبقى فالسو، الأورا نتورنو تبقى فالسو. يبقى 130 من غير كوالي سيسيا فيرو، 150 من غير كوالي سيسيا فيرو، 130 من غير نوتورنو فيرو، 150 من غير نوتورنو برضه اقول له فيرو. لو جه معاه كلمه من الاثنين دول تبقى فالسو. بعد كده عندي كلمه ان كازو في ظروف خاصه، كلمه ان كازو، وكلمه اوروبيه اللي هي الحدود داخل اوروبا مش نفس السرعات على جميع الطرق في اوروبا. يبقى كلمه اوروبا وسؤال وحيد يبقى اقول له فيرو. طيب ندخل بقى مع بعضنا كده على الاسئله ونطبق الكلام ده في حل الاسئله. اول سؤال معايا بنعمل ايه؟ بنحدد اول الطريق اوتوسترادا، اي 130 قول له فيرو. اوتوسترادا اي 130 قول له فيرو. هنا برضه بيتكلم على الاوتوسترادا، 150 برضه تقول له فيرو على اي طريق، 130 150 اوتوسترادا 130 150 تبقى فيرو. طيب هنا عندي كده ايه كلمه انكازو، كلمه انكازو برضه على الاوتوسترادا قول له فيرو. انكازو دهيت مش هتيجي كلمه انكازو الا مع 110، يعني 110 لو جه معاها انكازو تبقى فيرو، ما جاش معاها 110 قول له فالسو. ولكن انا عايز اركز بس على كلمه انكازو في ظروف خاصه تبقى السرعه 110. خلينا مع كلمه انكازو عشان ما نتلخبطش، لان في اسئله ثانيه فيها 110 من غير كلمه انكازو هتبقى فالسو. فانكازو هي اللي هنشتغل عليها، يبقى هنا اقول له فيرو. هنا عندي 130، طبعا 130 و150 يبقى فيرو. 130 على الاوتوسترادا برضو قول له فيرو. 150 على الاوتوسترادا برضو تقول له فيرو. 130 على الاوتوسترادا فيرو. طيب هنا انكازو اهي كلمه انكازو اهيت برضه نقول له فيرو، جايه معاها 110. انكازو لو جت معاها 110 على طول تبقى فيرو، 110 الوحيده من غير كلمه انكازو تبقى فالسو، بس احنا قلنا نركز على كلمه انكازو تبقى فيرو. 10 انا عندي كلمه اوروبيه اهيت، ان هي الحدود مش واحده على الدول بتاعت اوروبا او على طرق اوروبا، كلمه اوروبيه تبقى فيرو. ده السؤال الوحيد اللي ممكن تمشيه على الاوتوسترادا، اوتوسترادا برينشيبالي كمان اللي هي نون سونو اوجوالي فيرو على في الطرق داخل اوروبا. 11 ندخل بقى ونشوف 150، قلت 150 قلت 150 او 130 ما عدا كلمه كواليسيسي، لما تيجي معاها كواليسيسي تبقى فالسو، يبقى 150 مع كواليسيسي فالسو. هنا 120 طبعا ما تهمنيش، 170 ما تهمنيش يبقى فالسو، طبعا الحاجات دي كلها تبقى فالسو. هنا طبعا 120 برضو تبقى فالسو. هنا 130 موجوده و150 موجوده ومعاهم كلمه نوتورن، الاورا نوتورن هي تبقى فالسو. 130 موجوده ومعاها نوتورن برضو ساعات الليل او ساعات النهار تبقى فالسو. هنا ندور على 130 150 او انكازو مش موجوده او اوروبيه مش موجوده تبقى فالسو. 18 عند 150 بس كلمه كواليسيسيه تبقى فالسو، 150 مع كواليسيسيه تبقى فالسو. 19 مفيش عندي 130 ولا 150 ولا انكازو، تبقى الاجابه هتبقى فالسو. كده احنا حلينا كام سؤال؟ حلينا تقريبا 19 سؤال
اللي هم كل الاسئله اللي ممكن تشوفهم على الليميت دي فيلوشيتا سول اوتوسترادا، حدود السرعه العامه على الطريق السريع. حلناهم بكام كلمه؟ حلناهم ب 130 كيلومتر 150 كيلومتر من غير كواليسيسيا ولا اورا نوتورنو، وحلناهم بكلمه انكازو وكلمه اوروبيه. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعه، وحتى نلقاكم في درس جديد لكم مني اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.